بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي في الدرس التاني، الوحدة الأولى، جغرافيا 5 ابتدائي، ترم تاني. أول درس عندنا اسمه أنواع السياحة. أنواع السياحة، احنا عندنا في مصر كذا نوع من السياحة. أول سياحة عندي السياحة الثقافية. السياحة الثقافية يعني هي السياحة بتهدف إلى اكتساب المعرفة والثقافة، يعني أنا بروح للمكان ده علشان أكتسب معرفة، أكتسب ثقافة، أكتسب معلومات. فأنا عندي أول حاجة السياحة التاريخية، دي اللي بتقوم على زيارة الأماكن التاريخية، سواء بقى آثار فرعونية، يونانية، رومانية، قبطية، إسلامية، رايحة أزور متاحف، كل دي هتبقى سياحة تاريخية. خلاص. أو عندي سياحة اسمها سياحة المؤتمرات. يعني ايه مؤتمرات؟ يعني بعمل مؤتمر مثلا طبي، مؤتمر سكاني، زي مثلا مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ده مؤتمر اقليمي بنعمله سنويا، بنستضيف في جميع الدول العربية بغرض ان هم عندنا بنتبادل المعلومات عن كل دولة واخرى، ونحاول ان احنا نحل مشكلات الدول وهكذا. فده برضو بيبقى مؤتمر سياحي وفي نفس الوقت مؤتمر بغرض اكتساب المعرفة والثقافة. فسياحة السياحة الثقافية منها سياحة المؤتمرات، ومهمة جدا جدا زي مؤتمر جامعة الدول العربية. يبقى أنا عندي السياحة الثقافية خدنا فيها نوعين، سياحة تاريخية وسياحة المؤتمرات. نيجي لتالت نوع فيها، وهي سياحة المهرجانات والمعارض. احنا عندنا مهرجانات بنعملها سنويا، في مهرجانات ذات طابع ديني زي الاحتفال في ليلة القدر بحفظة القرآن الكريم، في مهرجانات فنية زي مهرجانات السينما والمسرح والأغنية، في إقامة معارض زي معرض القاهرة الدولي للكتاب، ده بيتعمل كل سنة والناس كلها في مصر بتروحه علشان تشتري كتب وتشوف ايه الجديد اللي نازل. دي كلها سياحة ثقافية. نيجي للسياحة الترفيهية. السياحة الترفيهية يعني أنا بروح بغرض إن أنا أرفه عن نفسي، او بغرض ان انا استمتع. طيب انا ممكن استمتع بايه؟ اول حاجه بالشواطئ، يبقى اول سياحه من انواع السياحه الترفيهيه الشواطئ. بروح اتمتع بشواطئ مصر الجميله الرائعه على سواحل البحر المتوسط زي مدن العريش، بورسعيد، اسكندريه، مرسى مطروح، وممكن على ساحل البحر الاحمر زي الغردقه، سينا، شرم الشيخ. دي الشواطئ اللي انا بروح ازورها. طبعا يا جماعه سواحل البحر الاحمر شواطئها جميله جدا، تمتاز بالمياه الصافية والأسماك الملونة والشعاب المرجانية، واخدنا في الدرس الأول في الجغرافيا لما قلت لك خروج السياح أو ذهاب السياح إلى شواطئ البحر الأحمر. ليه السياح بيحبوا يروحوا أو يفضلوا إنهم يروحوا شواطئ البحر الأحمر؟ بسبب مياهها الصافية، الأسماك الملونة والشعاب المرجانية. طيب، وبيقول لك إن من ضمن سياحة الشواطئ دي ممكن ألاقي نوع سياحة اسمه سياحة المغامرات، اللي هي مثلا إن أنا أتجول في الصحراء، تمام، في المناطق الجبلية، أصعد الجبال، أعمل غوص تحت المية. دي في نفس الوقت بسميها سياحة مغامرات، يعني أنا بعمل فيها مغامرة. فسياحة المغامرات ممكن أسميها بنفس الاسم ده سياحة المغامرات، أو بسميها سياحة السفاري. السفاري دي اللي هي إن أنا بتمشى، بتجول في الصحراء، بتجول وسط الجبال، أو بتسلق الجبال، دي كلها اسمها سياحة السفاري. هي نوع من سياحة المغامرات اللي بتقوم في المناطق الجبلية والصحراوية. طيب نيجي لتالت نوع من السياحة، وهي السياحة البيئية. خلاص، دي برضو هتبقى سياحة ترفيهية، بس في السياحة البيئية أنا بزور حاجة اسمها المحميات الطبيعية. بزور حاجة اسمها ايه؟ المحميات الطبيعية. ما يعني ايه محمية طبيعية؟ يعني مساحة على سطح الأرض بيبقى فيها طيور نادرة وحيوانات ونباتات قربت انها تنقرض او قربت انها تنتهي، ما تبقاش موجودة، فانا بعمل لهم محمية طبيعية علشان احميهم من الانقراض. طيب ايه المحميات اللي عندي؟ انا عندي في الصحراء الشرقية عندي 3 محميات، محمية وادي دجلة، ومحمية وادي العلاقي، ومحمية جبل علبة، دي في الصحراء الشرقية. نيجي في شبه جزيرة سيناء عندي محمية سانت كاترين. نيجي في أسوان عندي محمية اسمها محمية سالوجة بأسوان. نيجي في الصحراء الغربية عندي محمية اسمها محمية وادي الحيتان ووادي الريان، ودي في الفيوم وكلكم عارفينها. وعندي محمية اسمها الصحراء البيضاء، دي في الصحراء الغربية بمحافظة الوادي الجديد. تمام.
تعالوا بقى نشوف رابع نوع من أنواع السياحة الترفيهية، وهي السياحة النيلية. النيلية اللي هي بركب مركب صغير أو باخرة على النيل، أو فندق عائم في النيل، وببتدي أتجول ما بين مدن ومحافظات مصر. طيب السياحة النيلية دي مهمة ليه؟ بتعرفك على معظم مدن مصر، يعني أنت من أول بني سويف أو من أول القاهرة لحد أسوان بتبتدي تتجول بالفندق العائم ده أو بالمركب أو بالباخرة، وتبتدي تتعرف على مدن مصر. تعالوا لتالت نوع من أنواع السياحة، وهي السياحة الرياضية. السياحة الرياضية ممكن رياضة غوص، رياضة مائية على سواحل البحر الأحمر، بطولات كبرى مثلا زي كأس العالم، بطولة الأمم الأفريقية، البطولات اللي انتوا عارفينها أو سمعتوا عنها قبل كده. طيب وعندي سياحة كمان اسمها السياحة الطبية. السياحة الطبية أو السياحة العلاجية دي واخدينها في الترم الأول لو فاكرين، وبرضو اديت لكم نبذة ومعلومات عنها في الترم التاني، اللي هو بروح أزور الأماكن اللي فيها رمال سخنة أو عيون كبريتية بغرض العلاج. بغرض إيه؟ العلاج. الناس بتدفن نفسها في الرمال السخنة، بيقولوا إن الرملة السخنة بتحمي العظم مثلا، بترجع تقضي على الجلد الميت وهكذا. طيب العيون الكبريتية عندي زي عيون موسى، الرمال السخنة الغنية بالكبريت ممكن نلاقيها في الصحراء الغربية، وممكن نلاقيها في شبه جزيرة سيناء. تمام، ودي السياحة الطبية. يبقى أنا خدت كده يا مسائية كام نوع من السياحة. عندي سياحة ثقافية وليها أنواع تاريخية، مؤتمرات، مهرجانات ومعارض، وعندي السياحة ترفيهية وليها أنواع شواطئ، سفاري، بيئية، نيلية، وعندي سياحة رياضية وسياحة طبية. وكده يبقى خلص الدرس. طيب لما يجي يقول لك هنا بما تفسر تعدد أنواع السياحة، تعدد أنواع السياحة بمصر، هتقول لأنه يوجد سياحة ترفيهية وسياحة ثقافية وسياحة نيلية وسياحة رياضية وسياحة طبية، هتقول أنواع السياحة اللي عندنا. طيب السياحة الثقافية مهمة ليه؟ قلنا لأن هي بتهدف إلى اكتساب المعرفة والثقافة. طيب السياحة البيئية، أنا قلت ما دام قلت بيئية يبقى محميات إيه؟ طبيعية. فلما يجي يقول لك انتشار السياحة البيئية في مصر، يبقى هتقول لي بسبب انتشار المحميات الطبيعية. طب السياحة الترفيهية أهميتها إيه؟ غرض الاستمتاع والترفيه. سواحل البحر الأحمر مشهورة ليه؟ لأن فيها أسماك ملونة وشعاب مرجانية. سياحة السفاري أهميتها اللي هي بتجول في المناطق الصحراوية والجبلية الرائعة. السياحة الطبية عندنا في مصر منتشرة ليه؟ لأن أنا عندي رمال سخنة وعيون كبريتية. السياحة النيلية مهمة لأنها بتعرفني على مدن مصر. اكتب ما تشير إليه العبارة: مساحة من الأرض أو المية تقوم الدولة بحمايتها، تتميز بوجود كائنات حية نادرة، دي المحمية الطبيعية. طب سياحة تقوم في المناطق الجبلية والصحراوية، ها مناطق جبلية والصحراوية، برافو، سياحة السفاري. ذاكروا الدرس كويس وحلوا الأسئلة اللي وراه، ودرس سهل وبسيط، وإن شاء الله ربنا يوفقكم.